السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في شرح جديد على مدونة أرباحي. في هذا الشرح سنقدم لكم شرح كامل ومفصل لمحفظة الباير، طريقة التسجيل، طريقة تداول العملات الرقمية، طريقة الإيداع، كيفية سحب أرباحك. محفظة الباير تعتبر من أفضل البنوك الإلكترونية وأقوى بديل للبايبال. إذا كنت تعيش في بلد لا يوجد فيه بايبال أو الدولة التي تعيش فيها لا تدعم البايبال، أنصحكم باستخدام محفظة الباير. هذه المحفظة تدعم جميع العملات الرقمية كما تلاحظون أمامكم. يمكنك من خلالها تداول العملات دون الحاجة إلى تفعيل الحساب. سأشرح لكم كذلك في هذا الفيديو طريقة تفعيل حسابك. إن شاء الله في فيديوهات قادمة سأقدم لكم مجموعة من المواقع التي يمكنك من خلالها شحن حسابك على الباير مجانا. يمكنك العمل على هذه المواقع والسحب على محفظة الباير. سنبدأ بطريقة التسجيل في بنك أو محفظة الباير. سنضغط على Create Account الموجودة هنا. طبعا كالعادة رابط التسجيل في صندوق الوصف في الديسكريبشن. بعد الضغط على Create Account ستقوم بوضع الإيميل الخاص بك. بعد وضع الإيميل ستضغط على Create Account الموجودة هنا. سيصلك كود إلى الإيميل الخاص بك. وصلنا الكود، سنقوم بنسخه. بعد وضع الكود ستضغط مرة أخرى على Create Account. الموقع سيعطينا باسورد تلقائية، سنقوم بحفظها. باسورد تقوم بحفظها في أي مكان أو تقوم بعمل تصوير لشاشة الكمبيوتر أو الهاتف، المهم أنك ستقوم بحفظ هذه الباسورد. هذه الباسورد وهذا السيكريت كود كذلك تقوم بحفظه في أي مكان، لكن يمكنك طبعا الحصول عليه عن طريق الإيميل. وهذا الأكاونت نيم، هذا الأكاونت نيم إذا أردت السحب من المواقع الأخرى التي تدعم محفظة الباير، المواقع الربحية. هذا بالنسبة للمواقع الخاصة بجمع عملة الروبل، لكن بالنسبة للمواقع الخاصة بربح البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى ستعطيهم عنوان محفظة البيتكوين أو عنوان أي محفظة مشفرة أخرى من خلال محفظة الباير. سأريكم كل هذا أما في هذا الشرح أو في الفيديوهات القادمة. بعد حفظ الباسورد ستضغط على Next. الآن ستقوم ب إضافة المعلومات الخاصة بك. في النايم هنا ستضع الاسم الخاص بك، قم بكتابة الاسم. طبعا يجب أن تكون جميع المعلومات صحيحة إذا أردت تفعيل الحساب. وهنا تختار الدولة، يدعم جميع الدول العربية، يمكنك من خلال هذا الشريط اختيار الدولة، من ثم تضغط على دون. الآن أصبح لدينا حساب على بنك الباير أو محفظة الباير. سنقوم ب تحميل هذا التكست وسنقوم بحفظه. في هذا التكست يوجد الإيميل والباسورد وكذلك هذا الرقم، رقم الحساب. كما قلنا إذا أردت السحب من المواقع الخاصة بعملة الروبل، ربح عملة الروبل، ستعطيهم هذا الرقم. سنقوم بتحميل التكست، هذا التكست سنقوم بحفظه. هذا التكست توجد فيه جميع المعلومات الخاصة بك، السيكريت كود وكذلك الإيميل والباسورد. سأريكم كذلك طريقة تغيير الباسورد والسيكريت كود إذا أردت تفعيل حسابك بالوثائق، كيف ستقوم بذلك. الآن سنأتي إلى طريقة تفعيل حسابك على بنك الباير. بالنسبة لطريقة التفعيل هي سهلة جدا. لتفعيل الحساب ستضغط هنا في الأعلى على رقم حسابك، ثم في الفيريفيكيشن ستضغط على Go. أنا لدي حساب مفعل قمت بتفعيله بطريقة سهلة جدا. هنا طبعا أنت تختار الحساب هو شخصي، وهنا تختار عملة الحساب، العملة الرئيسية. توجد الكثير من العملات على هذا البنك كذلك يدعم العملات الرقمية، أنت تختار العملة الرئيسية. الأفضل أن تختار الدولار أو الروبل أو اليورو. وإذا كان لديك حساب على التليجرام يمكنك إضافته، وهذا ليس ضروري. هنا يطلب منا وضع رقم الهاتف، يجب أن تقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بك مع كود الدولة. بعد وضع رقم الهاتف يجب أن تقوم بتفعيله. ستضغط على أوكي. سيقومون بالاتصال بك. ستعطيهم آخر 5 أرقام من الرقم الذي قام بالاتصال بك، ثم تضغط على كونفر. آخر 5 أرقام من الرقم الذي سيتصل بك. الآن قمنا بتفعيل الهاتف، سنضغط على Go Next. الآن ستقوم برفع الوثائق. ستختار إما باسبور أو الID كارد أو رخصة القيادة. في البلدان العربية يقبلون فقط الباسبور أو رخصة القيادة. تختار الوثيقة التي تمتلكها، الأفضل أن تختار باسبور. طبعا تقوم بتصوير جواز السفر الخاص بك، ومن ثم تضغط على Choose File وتقوم برفع الوثيقة، صورة لجواز السفر كما هو مبين أمامكم، يعني صورة يظهر فيها الوجه وكذلك
تظهر فيها الجهة الأخرى من الباسبور. بعد رفع الباسبور أو رخصة القيادة، تختار إما رخصة القيادة أو الباسبور بالنسبة للدول العربية، وبعد ذلك تقوم برفع وثيقة لتأكيد العنوان الخاص بك، إما فاتورة انترنت أو فاتورة خلاص ماء غاز كهرباء. بالنسبة لتونس يقبلون مضمون ولادة باللغة الفرنسية. تضغط على choose file وتقوم برفع الوثيقة، طبعا تقوم بتصويرها من خلال الهاتف الخاص بك. بعد رفع الوثائق تضغط على submit for verification، تنتظر لمدة يومين أو 3 أيام أو 24 ساعة وسيأتيك الرد إما بالقبول أو بالرفض. إذا كان الرد بالرفض سيقومون بكتابة السبب إذا كانت الوثيقة غير واضحة أو أن الوثيقة غير مقبولة. المهم طريقة التفعيل سهلة جدا، أنا قمت بتفعيل حسابي عن طريق باسبور وكذلك مضمون ولادة باللغة الفرنسية. هذا هو حسابي على بنك البيار، كما تلاحظون مفعل verification done verified، يعني الحساب مفعل قمت بتفعيله من خلال باسبور وكذلك مضمون الولادة باللغة الفرنسية بالنسبة لتونس. المهم إذا واجهتكم مشكلة في تفعيل الحساب من خلال الوثائق، يمكن أن تتواصل معنا عن طريق صفحة الفيسبوك، الرابط في الديسكريبشن في المصدر، وإن شاء الله سنقوم بحل المشكلة. يمكنك استخدام محفظة البيار بدون تفعيل الحساب، لكن هناك مميزات لا يمكن استخدامها إلا في الحسابات المفعلة. مثلا إذا أردت شحن حسابك عن طريق بطاقة الماستر كارد أو بطاقة الفيزا، يجب أن يكون الحساب الخاص بك مفعل. هناك عدة مميزات يجب أن تقوم بتفعيل الحساب الخاص بك من خلال الوثائق لكي تتمتع بهذه المميزات. وكذلك كما قلت لكم يمكنك استخدام بنك البيار بدون تفعيل الحساب، مثلا إذا أردت تلقي الأرباح من المواقع التي تدعم عملة الروبل، المواقع الربحية بعملة الروبل. هناك الكثير من المواقع يمكنك العمل عليها والسحب على محفظة البيار، فقد تعطيهم هذا الرقم، رقم الحساب الخاص بك، وسيرسلون لك الأموال. أنا قمت سابقا باستعمال البيار بدون تفعيل الحساب. بالنسبة لي الصنابير والمواقع الخاصة بالضغط على الإعلانات والخاصة بربح العملات الرقمية، فقط مثلا إذا كان الموقع الذي تعمل عليه يدعم عملة البيتكوين، ستضغط هنا على ديبوزيت، ستحصل على عنوان بعملة البيتكوين كما تلاحظون أمامكم، تقوم بنسخه وتدخل إلى أي موقع يتعامل بعملة البيتكوين، مثلا هذا الموقع موقع فري بيتكوين. يمكنك سحب أرباحك على محفظة البيار من خلال هذا الرقم أو هذا عنوان المحفظة. كذلك يمكنك ربط هذه العناوين الخاصة بالعملات الرقمية بمحفظة الفوست باي. آلاف الصنابير على الإنترنت لربح العملات الرقمية تدعم فقط محفظة الفوست باي. سأشرح لكم كذلك في فيديو قادم طريقة ربط الباير بالفوست باي، هي طريقة سهلة جدا. الآن سنكمل الشرح الخاص بنا بعد التسجيل وتفعيل الحساب، سأقوم بشرح واجهة بنك الباير كامل. من هنا تجد هذا الرمز إذا أردت إغلاق حسابك على بنك الباير. هنا الإعدادات، سندخل إلى بروفايل، هنا تجد المعلومات الخاصة بك، الاسم والإيميل يمكنك تغييرها، وهنا السكيورتي أو الأمان الخاص بحسابك. يمكنك إضافة ميزة تلقي كود إلى الإيميل عندما تقوم بتفعيل حسابك أنت وكما تريد، هذا خاص بأمان حسابك. هنا الباسورد إذا أردت تغيير الباسورد، كما رأيتم في البداية هو يعطينا باسورد تلقائية، يمكننا وضعها هنا وكتابة باسورد جديدة وتغييره. كذلك هنا توجد ماي ريفيرال إذا أردت دعوة أصدقائك للتسجيل في محفظة الباير وستحصل على أموال. هنا السبور للتواصل مع الدعم الخاص ببنك البيار. هنا إذا أردت تغيير وجهة محفظة البيار إلى الدارك كما تلاحظون أصبحت تظهر باللون الأسود. وهنا يمكنك تغيير اللغة، توجد فقط الإنجليزية والروسية. وهنا تجد الحساب الخاص بك، هذا الرقم كما قلنا عندما تريد السحب من المواقع الخاصة بربح عملة الروبل تستعمل هذا الرقم. سأقدم لكم إن شاء الله في فيديوهات قادمة ألاف المواقع لربح عملة الروبل وشحن محفظة الباير. أنصحكم بالتسجيل في محفظة الباير إذا لم يكن لديك حساب باي بال وتريد الربح من الإنترنت. الآن سننتقل إلى هذه الواجهة. في الجانب تجد أدد، من هنا يمكنك إضافة أموال إلى محفظة الباير بعدة طرق، فقد تختار العملة مثلا الدولار أو الروبل أو اليورو، مثلا تختار عملة اليورو. تختار هنا طريقة الإيداع، كما قلت لكم يمكنك الإيداع عن طريق الفيزا ماستر كارد عن طريق هذه البطاقة، كذلك بالعملات الرقمية. بالنسبة لي الفيزا والماستر كارد يجب أن يكون الحساب الخاص بك مفعل، مثلا سنضغط على ماستر كارد، هنا تختار الرقم الذي تريد إيداعه بعملة اليورو،
أو يمكنك أن تختار الدولار. طبعا هذا الرصيد 1.29 هذا الرصيد الخاص بحسابي من عملة الدولار. لو دخلنا إلى بالانس كما تلاحظون أنا لدي 1.29 دولار على حسابي. المهم مثلا سنختار عملة الدولار وكذلك هنا نختار ماستر كارد ومن هنا سنختار مثلا 20 دولار. عندما تريد إيداع 20 دولار من خلال ماستر كارد ستدفع 21 دولار. بالنسبة للعملات الرقمية لن يقتطع الباير أي شيء. كذلك يمكنك شحن حسابك في محفظة الباير عن طريق البرفكت ماني وكذلك محفظة الكيوي والأدفي كاش وهذه العملات الرقمية. أنا سأريكم طريقة الإيداع من خلال ماستر كارد. بعد إضافة الماستر كارد ستضغط على أدد، بعد ذلك تضغط على كونفيرم. الآن ستقوم بإضافة معلومات البطاقة الخاصة بك، هنا الرقم وكذلك هنا التاريخ يعني اليوم والسنة تاريخ الانتهاء وهنا الاسم وهنا الكود الذي يتكون من 3 أرقام. يمكنك استخدام جميع البطاقات الافتراضية الموجودة على الانترنت. إذا كان لديك بطاقة بايونير، بطاقة أدفيكاش، أي بطاقة يمكنك شحن بها بنك الباير. هناك مجموعة من التطبيقات مثلا تقدم بطاقات ماستر كارد للربح برصيد 5 دولار، يمكنك من خلالها شحن محفظة الباير أي بطاقة تمتلكه. هذا إذا أردت الشحن من خلال ماستر كارد أو الفيزا. كذلك يمكنك الشحن بالطرق الأخرى. الآن سنأتي إلى ترانسفير يعني السحب. إذا أردت سحب أموال يمكنك التحويل مثلا من حساب باير إلى حساب باير آخر. إذا كان مثلا لديك صديق تريد أن تقوم بإرسال له رصيد إلى حسابي على الباير، هو سيعطيك فقط هذا الرقم. يعني كل شخص لديه حساب على بنك الباير لديه هذا الرقم. عندما يعطيك مثلا هو رقم حسابه ستضعه في هذا المكان، تقوم بإما وضع هذا الرقم أو تضع الإيميل أو رقم الهاتف الخاص بحساب الشخص الآخر الذي ستقوم بإرسال له رصيد على محفظة الباير. يعني ستقوم بإرسال الأموال من حساب باير إلى حساب آخر، قم ثم تضع المبلغ مثلا 10 دولار، تختار العملة مثلا 10 بعملة الدولار. بنك الباير سيقوم فقط باقتطاع 5 سنت ثم ستضغط على سنت إذا أردت إرسال الأموال من حساب باير إلى حساب باير آخر. كذلك يمكنك السحب من خلال أدفي كاش والبرفكت ماني، كذلك السحب أرباحك من خلال العملات الرقمية. وكل دولة وطرق السحب الخاصة بها، مثلا إذا كنت تعيش في دولة أخرى سيمكن أن تجد طريقة السحب من خلال الحساب البنكي أو من خلال ماستر كارد أو من خلال فودافون كاش أنت والبلد التي تعيش فيها. الآن سنأتي إلى تري. هذه الميزة ليست موجودة في البنوك الأخرى، توجد فقط في المنصات مثلا منصة الباينانس. يمكنك من خلال تريد تداول العملات الرقمية مجانا. طريقة التداول سهلة جدا. مثلا هنا إذا أردت شراء البيتكوين تضع الكمية مثلا 10,000 ساتوشي. هنا يعطينا سعر البيتكوين الآن و10,000 ساتوشي تساوي 6 دولار. سنضغط على باي ويمكننا شراء 10,000 ساتوشي. بالنسبة للاقتطاعات كما تلاحظون 0.095 يعني نسبة ضعيفة جدا. بنك الباير يقوم فقط باقتطاع 10 ساتوشي على عكس المنصات الأخرى عندما تقوم بالتداول سيقومون باقتطاع مبلغ كبير نسبيا. هذا بالنسبة لطريقة الشراء. هنا سيل بيتكوين مثلا إذا كنت تريد بيع البيتكوين الخاص بك، أنت تريد بيع 20,000 ساتوشي كما تلاحظون أمامكم ستحصل على 12 دولار، وتضغط على سيل إذا أردت البيع. هذا بالنسبة إلى الليميت. كذلك توجد الماركت وستوب ليميت. إن شاء الله سأشرح لكم طريقة التداول كاملة على بنك الباير في فيديوهات قادمة بإذن الله. الآن سنأتي إلى إكشينج أو تبادل العملات. سنضغط عليها. من هنا يمكنك التبديل مثلا من البيتكوين إلى الدولار. لنفترض أننا سنقوم بتبديل 0.010,000 ساتوشي بالدولار كما تلاحظون أمامه. العملية ستتم في لحظتها يعني في ثواني. تختار المبلغ وتضغط على إكشينج هنا للتبادل مثلا من البيتكوين إلى الدولار، من أي عملة أخرى مثلا من الروبل إلى الدولار، من اليورو إلى الدولار، من الدولار إلى البيتكوين بسهولة تامة. وبالنسبة للهيستوري هنا تجد جميع المعاملات التي قمت بها. إذا كان هناك مواقع دفعت لك رصيد بأي عملة تجدها في هذا المكان. الآن انتهينا من الشرح كامل لمحفظة وبنك الباير. بالنسبة لتريد سنقوم بشرحه بطريقة مفصلة. لا تنسى الدعم بلايك والاشتراك في القناة. إذا واجهتك أي مشكلة في تفعيل حسابك يمكنك التواصل معنا عن طريق صفحة الفيسبوك أو من خلال موقعنا الإلكتروني أرباحي.com أو يمكنك ترك
التعليق أسفل الفيديو. إذا أعجبك الشرح قم بمشاركته مع أصدقائك.